السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنور العاشور. الوقت الحالي مع الدكتور حمزة في مستشفى الشافي. الحمد لله أنا ظليت هنا تقريبا شهرين، وجاي مع بنتي، وكانت الحالة هناك عندنا تقريبا من السعودية جاي، ظليت سنتين ونص في نفس الحالة، والبنت تقريبا حالتها شبه وقفت من 7 شهور تقريبا، يعني ما في تطور. الحمد لله جيت وفقت هنا. طبعا جيت انا اول شيء بلاقي انه بقعد شهر، بعدين حصلنا الموضوع في نتيجه، فظلينا شهرين. الشهرين هذا الحمد لله الشهرين اللي قعدت 60 يوم نفعت تقريبا 60%، يعني تغيرت الحاله، صارت من توقف وصارت تتحرك راجلها وتمشي مسافات بالدعامات وتمشي، صارت افضل. يعني من سابقا كان الوضع زي ما قلنا واقف، الان صارت تتكل على نفسها في اشياء عديده، منها تمسك وتقوم بحالها، يعني قربة من المشاية تقوم وتمشي تروح وترجع 10 مرات، يعني هذا بالنسبة لنا احنا طفرة. والحمد لله الدكتور حمزة ما قصر الحمد لله، وزوجته بعد مع مساندة جميعهم في نفس التيم، وهنا معظم المجموعة أبسط الأمور يقابلوك ببشاشة وابتسامة لطيفة، وناس صراحة يستاهلوا كل خير، وأنا واحد من الناس. إن شاء الله أنا خلصت الحين الكورس حقي، المرة الجاية إن شاء الله بعد 4 شهور لخمسة شهور بعد المدرسة إن شاء الله برجع مرة ثانية بموعد، وان شاء الله اتقابل معاهم وان شاء الله اتوفق وياهم في نفس الموقع، لان متعود على الناس هنا والامور كلها تمام. وشكرا.